النهاردة معانا أساتذة ما بطلوش يحلموا، ناس عندها حلم ما يأستش لما تأخر شوية. أنا بتعلم وأنا أشطر وهيجي الوقت. في حاجات تتحس وما تتقالش. كنت فين يا أختي من زمان؟ أخيراً ادتوني فرصة أمثل. فعل اختش ومات. الصبر طيب؟ أنا لسه ما عملتش حاجة. هذا الرجل علم ثلاث أرباع النجوم اللي موجودين على الساحة دلوقتي. صح. الست دي كانت لابدة في الدورة. أنا لسه ببتدي حياتي. ما خليك تشوف الموت في عينيها. لو كان في حياتك حد حكم عليكي قال لك مفيش اقعدي. أقترب. صاحبة السعادة الثلاثاء الساعة 11 مساء على CBC.